أيها الأحبة المباركون، ها أنتم تتابعوننا في قناة الدكتور تيرنو أحمد ديالو، وقد وعدناكم أننا سنرجع إلى الفعل النوع الثاني من أنواع الفعل، ألا وهو الفعل المضارع. وأما الفعل المضارع فكما يقول المؤلفين، الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر، يعني هنالك عمل حصل في الزمن الحاضر الذي يعيشه الناس الآن ولم ينتهي بعد في هذا الزمن الحاضر، أو المستقبل. نعم، أو هذا الفعل لم يبدأ بعد ولكنه سيبدأ قريبا أو بعيدا، المهم في المستقبل القريب أو البعيد. إذن هنا الفعل في الزمن الحاضر يمكن أن نقول يأكل، فيأكل هنا بمعنى يأكل محمد اللحمة، بمعنى محمد هنا بدأ في الأكل ولكنه لم يكمل الطعام، لو أكمل لقلنا أكل، ولكنه الآن يريد أن هو بدأ الأكل ولم ينتهي، فهذا الفعل حصل في الزمن الحاضر ولم ينتهي بعد، هذا يسمى بالفعل المضارع. كذلك يمكن أن نقول تزوج محمد، بمعنى عفوا يتزوج محمد يعني غدا أو في الأسبوع القادم. نعم، هذا يدل على يعني المستقبل. أيضا لا بد أن نعرف قضية مهمة هنا، وهي أنه لا بد أن يكون الفعل المضارع لا بد أن يكون مبدوءا، أي لا بد أن يبتدئ بحرف من أحرف المضارعة. نعم، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. نعم، وهي مجتمعة، أي يمكن جمعها في فعل واحد أو كلمة، في فعل في جملة. أنيت. إذن نأتي إلى الفعل المضارع، إلى أمثلة الفعل المضارع. ضرب المؤلفان عددا من الأمثلة، فإذا فهمنا مثلا أو مثلين فقد فهمنا الباقي بحول الله عز وجل. منها قال أغسل يدي. نعم، ممكن يكون هذا قد هو الآن يغسل ولم يكمل الغسيل لليدين، يدي أي يدي يعني يديني، لا نقول هذا، نقول أغسل يدي، ما هي من اليدين، حذفت النون هنا. نلعب بالكرة، نلاحظ هنا أن أغسل يدي هنا تبدأ، أو هذه الكلمة تبدأ بالهمز. نعم، وألبس كذلك ثيابي، نلعب بالكرة، هذا الفعل هنا مضارع ويبدأ بالنون. ونمشي في الحقول كذلك فعل مضارع يبدأ بالنون. وينبح الكلب كذلك فعل مضارع يعني يدل على يعني فعل مضارع يدل على المستقبل، على الحاضر أو المستقبل، ولكنه يبدأ بماذا؟ بالياء. ينتبه الحارس كذلك يبدأ الفعل في ينتبه بالياء، وإلى آخره، تأكل البنت، تذبل البنت. فهذان المثالان عفوا يدل يعني يبدأان بالتاء، وهذا يدل على أن أي فعل من أحرف المضارعة لا بد أن تبدأ بالحروف الأربعة المعروفة. نأتي بعد ذلك إلى هذا الباحث، وقد تكلمنا بما يكفي في هذا الدرس، ولكن ينبغي أن ننتبه إلى ما ذكر هنا. نعم، فإن إنك إذا تدبرت هذا الزمن
الخاصة في كل منها، أي من الأمثلة الثمانية السابقة، وجدته إما حاضرا وإما مستقبلا. لا تقل مستقبلا، مستقبلا بمعنى ريسيف يعني المستقبل بكسر الباء، ولكن هنا مستقبلا يعني in the future، يعني في المستقبل فيما سيأتي من الزمن. فالفعل أغسل يدل على حصول الغسل في الزمن الحاضر أو المستقبل. نعم، والفعل ألبس يدل على حصول اللبس. نعم، اللبس من اللباس، لكن اللبس بمعنى الغموض والخفاء، فانتبهوا. إذا ألبس يدل كذلك على حصول اللبس، أي أن أحدا ما قد لبس ثيابه أو ملابسه في الزمن الحاضر أو المستقبل. ويسمى كل فعل من هذا الفعل مضارعا. وإذا نظرت إلى الحرف الأول في كل فعل من هذه الأفعال، كما قلت لك سابقا، من هذه الأفعال وأشباهها، أي والأفعال التي تشبهها، فإنك أو وجدته همزة، إما أن تجد همزة في بداية الفعل المضارع، وجدته همزة أو نونا أو ياء أو تاء، وتسمى هذه الأحرف الأربعة، هذه تسمى بأحرف المضارعة، تسمى بأحرف المضارعة. نعم، هذا الدرس مهم جدا، ومن يقرأ القرآن والسنة فإنه سيجد الكثير من هذه الأمثلة. بارك الله فينا وفيكم، وبهذا نكون قد انتهينا من الفعل المضارع، وهو النوع الثاني من أنواع الفعل في اللغة العربية وفي النحو العربي، وهو النوع الثاني من أنواع الفعل بعد الماضي المضارع مباشرة. وإن شاء الله موعدنا في حلقتنا القادمة مع فعل الأمر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وسنعرف ما معنى فعل الأمر فيما يأتي من حلقتنا القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.